قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم ترى بإعدام إرهابيين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مرمينة بحلوان، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لاثنين من المتهمين وعشر سنوات لأربعة آخرين وثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ لاثنين وبراءة متهم آخر. كان النائب العام قد أمر بإحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية في القضية لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل عناصرها وقتل عشرة مواطنين من بينهم فرد شرطة والشروع في قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.